زميلتنا نورهان عادل عشان نعرف منها اخبار الاسعار ايه، وده اللي بيهم دايما حضراتكم. صباح الخير يا نورهان، طمنينا كده على اسعار الخضار والفاكهه النهارده في سوق العبور ايه؟ نورهان واقفه قدام المانجا اساسا، حبه المانجا من المره اللي فاتت. صباح الفل والجمال والمانجا يا استاذه رشا، لان طبعا احنا واقفين عند المانجا في سوق العبور. احنا زي ما تعودنا طبعا الجوله الاسبوعيه المعتاده بتاعتنا داخل مختلف الاسواق نعرف فيها اسعار الخضار والفاكهه مع بعض، واحنا النهارده في سوق العبور نبدا مع بعض سريعا كده نعرف اسعار الخضار، عشان النهارده هنتكلم على المانجا بقى خلاص الموسم بتاعها ونزلت بكل انواعها وكمان يعني مستويه وحلوه للاكل. خلينا سريعا نبدا مع بعض باسعار الخضار. سعر كيلو الطماطم النهارده بيتراوح من 5 ل 10 جنيه، البصل من 3.5 ل 8.5، البطاطس من 12 ل 20، الجزر من 5 ل 8، الخيار البلدي من 8 ل 11 جنيه، الخيار السوب النهارده بيسجل الكيلو الواحد داخل سوق العبور من 9 ل 13 جنيه، الملوخيه من 4 ل 6 جنيه، الثوم من 40 ل 60 جنيه، البنجر من 3 ل 5 جنيه، الباميه من 17 ل 35 جنيه، القلقاس من 20 ل 24 جنيه، الفلفل الحامي البلدي من 4 ل 9 جنيه، البتنجان البلدي من 5 ل 10 جنيه، البتنجان الرومي من 9 ل 13 جنيه، والليمون طبعا النهارده بيسجل الكيلو الواحد من 5 ل 20 جنيه. بالنسبه نورهان معلش معلش نورهان دقيقه واحده، نورهان ارجعي لي سعر البطاطس كام؟ البطاطس يا نورهان سعر البطاطس من 12 ل 20 جنيه يا استاذه رشا. طيب والبصل كام؟ الكيلو الواحد داخل سوق العبور البصل من 3.5 ل 8.5. البصل رخص لكن البطاطس لسه برضه سعرها غالي. خلي بالك ده كده في سعر سوق العبور، ده سعر جمله يا نورهان صح؟ احنا عاوزين نعرف السعر سعر جمله والثوم الثوم لسه غالي. سعر القطاعي بيبقى في الاسواق اللي بره. الثوم من 40 ل 60 جنيه. يعني من 40 ل 60 جنيه النهارده. الثوم غالي لسه غالي لا جدا. لا وسعر جمله. وسعر جمله يعني لسه احنا بنتكلم طبعا. عايزينك برضو لما تخلصي عرض الاسعار يا نورهان تسالي كده التجار، هل لو انت تقدري تشتري قطاعي منهم بسعر جمله ولا لا؟ طيب كملي على اسعار الفاكهه. انا سالتهم كذا مره بس هم قالوا لا، هنا سوق العبور معروف سوق جمله. في ناس بقى اللي هم التجار الفاتحين محلات بره منهم بيشتري وبيقف قدام السوق بره يبيع قطاعي، فدول ممكن احنا برضو ان شاء الله الاسبوع الجاي نصور معاهم. طب قولي لي الفاكهه يا نورهان دلوقتي. ايوه الفاكهه سريعا يا استاذه رشا، سعر كيلو البرتقال الصيفي من 7 ل 8 جنيه، العنب البنات الاصفر من 20 ل 30، والعنب البنات الاحمر من 20 ل 30 برده، التفاح الامريكي من 40 ل 90 جنيه، الشمام من 10 ل 14 جنيه، والخوخ من 20 ل 50 جنيه، الكمثرى من 75 ل 125 جنيه، واخيرا طبعا اللي هنختم بيها النهارده مع حضراتكم هي المانجا. واحنا علشان المانجا طبعا يعني ملكه الصيف، معانا احد تجار سوق العبور اللي هيكلمنا طبعا عن اسعار المانجا وانواعها وايه احسن نوع للاكل وكمان احسن نوع للعصير. برحب بحضرتك على قناه صدى البلد. صباح الفل. صباح الفل. احنا بقى النهارده عايزين نعرف يعني موسم المانجا طبعا، عايزين نعرف الاسعار. بالله ما شاء الله الاسعار رخيصه خالص، واكتر حاجه السنه دي المانجا. يعني اكتر من السنه اللي فاتت؟ اكتر من السنه اللي فاتت بكتير. المانجا هتبقى ب 5 جنيه. المانجا هتبقى ب 6 جنيه و 5 جنيه. لا 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 نورهان استني 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 لسه الاسبوع اللي جاي. استني لسه المحصول ده دلوقتي يا حاج لسه بيبدا. الزبدية النهارده ب 17 نورهان اللي هتسمعها. انا عارفه يا نورهان 18 نورهان. اسالي الحاج الا ب 5 جنيه دي اللي هي ايه؟ ب 5 جنيه اللي هي بأني واحده؟ الاسبوع الجاي ب 5 جنيه اللي هي ايه؟ في الاستوديو بتسالك بتقول لك هي ايه المانجا اللي ب 5 جنيه؟ سكري وبلدي واخد بالك. عايزين نشوفها. لسه هتبدا الموسم هجمته الهجمه، لسه احنا في البشاير الاسبوع الجاي. البشاير طب فين البشاير؟ ما اكيد عندك. لا ما طب ايه اسرع طب العويسي والهندي بكام؟ طيب يا نورهان دي فين العويسي والهندي؟ العويسي المقفول اهو. العويسي مقفول. لا معلش احنا عايزين نشوفها بكام. يعني ممكن ندخل كده نشوفها بكام العويسي؟ العويسي ب 20 جنيه. العويسي ب 20 جنيه. والله الارقام دي مش موجوده بره. الله لا 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 العويسي دوقي يا نورهان. ايوه ايوه ما تدوقي يا نورهان. لا بس افتحيها انت بايدك. لا ندوق طبعا يا استاذه رشا ندوق. تحفه. بصوا الله. حلوه ولا حادقه يا نورهان؟ عايزه واحده يا نورهان. جدا. حلوه ولا حادقه؟ عايزاكوا بجد عيوني. لا لا حلوه شكلها حلو. لا شكلها دي قلت لنا نوعها ايه؟ دي زي العويس. دي العويس. والهندي العويس دي احلى حاجه. وفي هنجره ب 18. طب معلش نشوف الهنجره دي.
ايه الهنجره دي؟ وعايزين نشوف الهندي يعني استاذه رشا بتطلبها بالطلب. مفيش هندي يا استاذه رشا. الهنجره دي ب 18 جنيه اعلى من العويش. اعلى من العويش؟ اه في الطعمه. طب والفص بكام؟ معلش الفص بكام؟ الفص يا حبيبتي افتحي انت بايدك. المانجا الفص بكام؟ بص اسمعي عليا لسه ما اشتغلتش جامد حلوه بتاع 90 ولا 15 17 دي هنجره دي. لا مش حلوه الهنجره مش حلوه. ها لسه بتحلو والله لسه بتحلو. قولي له هو ما ياكلش هو دي المانجا بتاعته كل انت. تعالوا دي الصديقه. الصديقه دي بتاعت العصير 20 جنيه. صديقه ب 20. دي بقى للاكل ولا العصير؟ دي للاكل والعصير بس الاحسن. للاكل والعصير هي طعم نظامها كده. نظامها اكل وعصير. طب وايه تاني نوع انواع مانجا عندك؟ وفي فونسا عم الحاج دي اسمها ايه؟ دي روماني. روماني بكام الكيلو من؟ رومانس ديت ب 15 ودي فونسا. فونسا اكلة الفونسا. فونسا فونسا ب 25 ب 24. واحسن نوع بقى في المانجا كلها احسن نوع الفونسا والعويس والتيمور. طيب قول لي كده اقبال الناس عندك ايه على المانجا؟ وعلى انهي نوع؟ انهي نوع بيبقى عليه اقبال من الناس؟ اكتر حاجه واخد بالك الزبديه وال والصديقه والصديقه والعويس والفونسا. نورهان يعني انا من رايي انت العصير كله الحاج عايز يبيع لك الهنجره وعايز يبيع لك حاجات يبيع لك. اه بيسوق لحاجات بيسوق لحاجات ما كتيره يعني. نورهان في العويس يا نورهان. نورهان معلش اسالي احنا بنحب العويس. العويس معروفه اللي معاكي يا نورهان على البرقوق اللي وراه. يا دي البرقوق تاكل رمضان وتاكل عويس مش لاقياه على الايه البرقوق. طب معلش بما ان البرقوق ورانا برضو خلينا نتكلم عنه. برقوق ب 28 جنيه ده نوعي. نعم ده سكري. ده مش هاليوتي. خلينا يفتح لنا واحده كده يا نورهان. لا افتح ازاي ده مش هاليوتي في نوع هاليوت. خلاص ما عادش خلاص. طيب قول تاني كده بس عشان الاستاذ نيرضى. موسمه خلص. ماشي يا نورهان. هاليوت موسمه خلص. غنطروزه خلص. ياباني خلص. بكره خلص. كل الهاليوت الاولاني ده بتاع الصحراء ده بس. نورهان احنا هنسيبك بقى تجيب لنا شويه مانجا عويس كده وانت جايه لنا. ده نورهان هتاكل البرقوق. اه ايوه الاصفر من جوه. لا ده مش حلو يا نورهان ما تجيبيش منه. هي نظامها كده. اه لا ما تجيبيش منه. يا نورهان حاسبي على المايك بميه البرقوق اللي هيبوظ. لا ما تلاقيش. احنا بنشكرك نورهان عادل من سوق العبور. شكرا جزيلا.